رغبة في الانفتاح على العالم العربي، لذلك شاركنا في معرض راديولوجي بالإمارات. هذا المعرض بتاع راديولوجي بالنسبة لشركتنا تشيفي دي سيريلي من بيرغامو شمال إيطاليا يمثل لنا فرصة كبيرة جدا من أجل انفتاح كما قلت سابقا على العالم العربي، من أجل خدمات ومن أجل بيع واستثمار في الدول العربية والانفتاح عليها في مجال الطبي. نحن جد سعداء بهذا المعرض ونشكر دولة الإمارات على الخدمات المقدمة وكل شيء على ما يرام في هذا المعرض.